وقبل الختام مشاهدينا، نذهب إلى شباك الدنيا عن طريق تطبيق سويم بلاي. يمكن أن تستأجر مسبحا خاصا في منهاتن في نيويورك. لنتابع. في الفناء الخلفي لمنزل كارمن سانشيز في وسط مانهاتن بنيويورك يقع حمام السباحة الجميل هذا، تؤجره صاحبته للزوار من خلال موقع سويم بلاي مقابل $75 في الساعة. كنت مترددة في البداية، لكنها كانت أفضل تجربة. أن يستمتع شخص ما في بيتي مثلي ويشعر بالراحة كأنه في منزله. سانشيز تؤجر حمام السباحة منذ عدة أشهر بعد أن سمعت عن التطبيق من صديق، وتجني $8,000 في الشهر تقريبا في خدمة تشمل الحمامات والبرادات ودورات المياه. الكثير من المستأجرين من المدينة يعيشون في أبنية سكنية أو منازل غير مزودة بحمامات سباحة. فكرة الموقع مشمولة لآشر واينبرجر وبونيم لاسكين، بدأ بتنفيذها في عام 2018 حين كانا يقدمان المال لجيرانهم في نيوجيرسي مقابل استخدام حمامات السباحة لديهم. تطورت الفكرة لتتحول إلى منصة سويم بلاي الإلكترونية التي تضم نحو 15,000 حمام سباحة في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. رؤيتنا هي امتداد للاقتصاد التشاركي مثل أوبر وإير بي أم بي، الضيافة، النقل والأشياء التي تحتاجها كل يوم. ما نحاول القيام به هو توسيع الاقتصاد التشاركي لإعطائك إحساسا بالرفاهية وأسلوب حياة لا يمكنك تحمل تكاليفه ولكن يمكنك تجربته. يرى مبتكرو الفكرة أن السر وراء نجاح تأجير أي حمام سباحة يكمن في توفير دورات المياه، حيث يقل الإقبال على تأجير مكان لا يقدم هذه الخدمة، كما يمكن لأصحاب الأماكن وضع قواعد يلتزم الزائرون بها مثل العدد ونوعية الأطعمة والمشروبات المسموح بها. تلقينا أيضا طلبات للعديد من المرافق بخلاف حمامات السباحة. لدينا قائمة انتظار لآلاف القوائم التي تريد تأجير ملاعب تنس خاصة أو صالات رياضية منزلية أو مسارح منزلية وشواطئ خاصة. الصفقة مربحة والمكان أصبح مشهورا لدرجة أن كارمن استعانت بموظف للتنظيف والصيانة. أما الرابح الأكبر فهو التطبيق الذي يجني أموالا من كل تحويلة، فيحصل على 15% من أصحاب حمامات السباحة وعلى 10% من المستأجرين.